بيان مهم أصدرته مدينة الإنتاج الإعلامي، وهذا البيان كانوا بتحذر فيه من خطورة البث خارج خارج المدينة، وطلبت القنوات الفضائية وكل المكاتب بتقديم خدمات إعلامية في مصر والمكاتب الإعلامية الخارجية بسرعة تقنين أوضاعها والعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وده وفقا للقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الإعلام والصحافة. وضحت المدينة في بيانها أنه المكان الوحيد المعتمد للبث من داخل جمهورية مصر العربية هو أنه أي قناة تقوم بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي فهو بذلك يخالف القانون، مع تأكيد المدينة حرصها الكامل على تقديم خدمات إعلامية متميزة من داخلها وفقا لنظام المناطق الحرة الإعلامية، واللي بيتضمن كتير من التسهيلات الإعلامية والإدارية. وطبعا بيان المدينة بيجي بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة انتهاء مهلة تقنين الأوضاع للقنوات الفضائية والمكاتب الإعلامية الخارجية في مصر وفقا للقانون. ده كان بيان هام جدا قلنا نقوله لحضراتكم.